المزمور 49 لإمام المغنين لباني كورح. مزمور. اسمعوا هذا يا جميع الشعوب، اصغوا يا جميع سكان الدنيا، عال ودون، أغنياء وفقراء سواء، فمي يتكلم بالحكم ولهج قلبي فهم. أميل أذني إلى مثل وأوضح بعود لغزي. لماذا أخاف في أيام الشر عندما يحيط بي اثم متعاقبي، الذين يتكلون على ثروتهم وبكثرة غناهم يفتخرون؟ فالأخ لن يفدي الإنسان فداء ولا يعطي الله كفارة عنه، وكريمة هي فدية نفوسهم غلقت إلى الدهر حتى يحيا إلى الأبد فلا يرى القبر، بل يراه الحكماء يموتون. كذلك الجاهل والبليد يهلكان ويتركان ثروتهما لآخرين، باطنهم أن بيوتهم إلى الأبد، مساكنهم إلى دور فدور، ينادون بأسمائهم في الأراضي، والإنسان في كرامة لا يبيت، يشبه البهائم التي تباد. هذا طريقهم اعتادهم، وخلفاءهم يتردون بأقوالهم. سلاه. مثل الغنم للهاوية يساقون، الموت يرعاهم ويسودهم المستقيمون. غداة وثورتهم تبلى، الهاوية مسكن لهم. إنما الله يفدي نفسي من يد الهاوية، لأنه يأخذني. سلاه. لا تخشى إذا استغنى إنسان، إذا زاد مجد بيته، لأنه عند موته كله لا يأخذه، لا ينزل وراءه مجده، لأنه في حياته يبارك نفسه. ويحمدونك إذا أحسنت إلى نفسك، تدخل إلى جيل آبائه الذين لا يعينون النور إلى الأبد. إنسان في كرامة ولا يفهم، يشبه البهائم التي تباد. هللويا.